أعتقد بأنه هناك إشاعات أخرى أستغل هذه الفرصة لتفنيدها المرتبطة بالدعم الموجه للمواد الأساسية وغياب الاعتمادات الضرورية. 40 مليار اللي كاين هذه السنة في فقط المقصة فيها 25 المواد الأساسية وفيها 15 استثنائية مرتبطة 10 مليار نتاع الدرهم باستيراد الحبوب خاصة القمح وفيها 5 مليار استثنائية لقطاع النقل وفيها 25 مرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق المدعم. قانون أو مشروع قانون المالي لسنة 2023 تيوضع 26 مليار وهي النفقات التي تكفي للحفاظ على هذه المواد مدعمة في خلال السنة المالية 2023 ب40 درهم البوطة وبالحفاظ على الثمن السكر اللي كاين حاليا في السوق في مختلف انواعه وداك الكوطا اللي باقا نتاع الدقيق المدعم والاجراءات الاستثنائيه اللي تتطلب من الحكومه انها تتبع الوضع العالمي وتاخذ القرارات سنعمل على تتبعها خلال السنه الماليه المقبله. واش غادي نطلعوا الدعم اكثر ولا يبقى في نفس المستوى حسب هذه الظروف العالميه والاجراءات ستتخذ في وقتها. واؤكد انها اجراءات استثنائيه مرتبطه كما قلت بالوضع العالمي وبالاثمان نتاعو واللي كتطلب اجراءات استثنائيه.